وزير الدولة الجزائري للشؤون المغربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهلة بالقاهرة أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تطبيق القرار 2259 الخاص بليبيا، كاشفا في سياق جهود حل الأزمة عن استضافة الجزائر اجتماعا لدول الجوار شهر إبريل المقبل. جاء ذلك خلال كلمة مساهل في افتتاح أشغال الدورة 47 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية التي تسلمت الجزائر رئاسته من تونس. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع دوت الراي.